هذا وقد عاد جلالة الملك المفدى الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من مدينة جدة بعد زيارة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. وعقد معه جلسه مباحثات تركزت على العلاقات الاخويه المتميزه والمستجدات الراهنه في المنطقه وتطورات الاحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي رافقت صاحب الجلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال